دجلة بالفرات نعم. يعني كان يستخدموه كوسيلة للعبور صح. فالتلفريك ما يستخدم لعبور نهر، وإنما لربما يصعدون به إلى جبل نعم. مو مثل جونيا، مثل بتركيا أكو بعض التلفريك في أنطاليا صح؟ صح صح. إذن خل نروح مع ياسين، اذكر وسيلة تعبر بها النهر. غواصة؟ ها؟ الغواصة. لا بشرفك. شو اللي قفتها؟ الغواصة. ثاني خطأ، غواصة مين لك؟ وين لقيت هاي؟ يعني بشرفكم يا عالم. يهو، وين هاي الغواصة؟ خلاني اطب بيها عم تعبر النهر. هو النهر بعد وينك؟ وبعد نهر بقى ساقية، وين بعد؟ عائلة الجمهوري، عائلة الجمهوري حضروا نفسكم، دانشوا عن هذه الوسيلة اللي هي تذكر وسيلة تعبر بها النهر، مو صح؟ ها؟ إذا خلينا نشوف شهب. عبارة. ها؟ عبارة. 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 خلينا نشوف. العبارة. يعني عبارة هي للنهر. هو إحنا لما نقول جسر، الجسر ها؟ يعني ممكن يكون جسر بس مو العبارة، العبارة شكل مركب زورق، صح؟ خلينا نشوف الآن، خلينا نشوف الروح على عائلة الجمهوري. عائلة الجمهوري الآن خلينا نشوف، خلينا نهدأ شوية. اذكر وسيلة تعبر بها النهر، احتمال واحد نريد وتاخذون الجواب. البلم. علي البلم. خالدة. زورق. الزورق هو نفسه. بلم. ها؟ بلم. البلم. عجيب، انتم مصرين على البلم. بس واحد هسه انت بيدك الجواب. البلم. ها؟ البلم. البلم. خلي نشوف البلم. احنا قلنا البلم وقلنا الزورق وقلنا المدري شنو، خلي نشوف البلم. خطأ. والخطأ ليش خطأ؟ لأنه قلنا عبر مركب، هذا المركب يكون زورق ويكون بلم ويكون قفة ويكون مشحوف، هو مركب تعبر به النهر. فالبلم والزورق والمركب سامعين بالقفة مو؟ ملاحقين على القفة، هي كلها عبر هذه الوسيلة اللي تعبر بها، لكن أكو وسائل أخرى. خلنا نشوف هذه الوسائل الأخرى الموجودة الآن. رقم 5، امتطاء ظهر حيوان يسبح، يعني الحصان يعني البقرة. و4، سيرا لما لماذا سيرا؟ لأنه هناك بعض المناطق من النهر أصبحت جافة إلى حد تصل إلى حد الركبة أو لهنا. لا مش فعلا أكو بعض الفترات نزل النهر، منسوب النهر إلى حد أنه ممكن أن تعبر مشيا. في بغداد وصلتنا هاي المعلومات أنه صار النهر ممكن أن تعبر سيرا. خلونا نروح إذن إلى السؤال الثاني والجولة الثانية، وانتظرونا.